من فترة قريبة طلع رئيس جمعية الصاغة بدمشق وصرح بأنه من المتوقع أنه جرام الذهب يوصل ل 600,000. هذا التصريح يمكن عمره شهرين مو أكتر، واليوم فعلا جرام الذهب عم يتجاوز 400,000 ليرة سورية. يعني هذا التصريح اللي طلع من فترة نحن شو استفدنا منه؟ نحن بدل ما نكون إيجابيين، بدل ما نهون على الناس، نحن بالعكس منقول للناس أن الوضع الجاي هو وضع أصعب، هو وضع رح يكون إسا المواد فيه وحيكون الذهب فيه هو أغلى. المهم اليوم جرام الذهب ب400,000. يعني اليوم أي شاب ناوي أنه يخطب ويتقدم لبنت، فهذا الأمر عم يصير أشبه بالمستحيل. يعني إحنا رح نوصل لمرحلة حتى الشاب ما عاد بقى قادر يلبس محبس ذهب. وجمعية الصاغة لما صار ب400,000 جرام الذهب فسرت أنه الغلاء بسبب انهيار البنك في أمريكا، في بنوك بأمريكا انهارت، فهذا هو السبب. يعني إحنا إذا في واحد عطس برا، هذا الشيء رح يؤدي أنه في شيء أكيد رح يغلى عنا. نحن كان لنا دردشة شوي مع الناس بخصوص موضوع الذهب والجرام اللي وصل 400,000. خلونا نشوف جرام الذهب وصل 400,000. يا أخي الذهب انسينام، مزبوط انسينام. بس تعرف ليش غلي عم يقولوا؟ والله ما بعرف، لأنه البنوك اللي بأمريكا فلست. شو رأيك انت؟ والله يا أخي ما بعرف شو بدي لك يا عمي. والله يعني هلأ أنت حضرتك عندك أولاد؟ عندي أولاد شباب، ما مجوز الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لنفرض هلأ عندك شاب وعم لك زوجني، شو تنعمل؟ بدون ذهب. بدون ذهب برازيلي. نعم برازيلي. برازيلي فضة، المهم انه بدون ذهب. جرام الذهب صار 400,000. اي شو رأيك؟ طبيعي. ضلي عزبة ولا شو؟ نعم. ناوي تزوجي؟ والله ما في حدا. يعني عامل لك 400,000 اكيد ما في حدا. هلا عم يقولوا صار 400,000 لانه البنوك اللي بامريكا فلست. شو رايك انت بالخبريه؟ رايي انه ممكن في حال انت بكره هيك ان شاء الله لقيت بنت الحلال ورايح تخطبها والذهب 400,000، شو نساوي؟ الله بيفرج. نظبطها. بنظبطها. لقينا لك انه جرام الذهب صار ب 400,000. 403 هلا شفتوه. يا عيني عليك. شو رايك؟ والله شو بدنا نعمل؟ وضعنا الحصار وما حصار. هلا هن مو مشان الحصار بصراحة، لأنه البنك الأمريكي فلس. ممكن الله هيك يديم تفليسهم ومجاهر حبيب محمد. آمين. والله عندك أولاد؟ إيه عندي شابين. بكرة الله يخلي لك يا إذا قال لك أنا بدي روح أخطب والجرام ب 400,000، شو بدنا نساوي؟ والله عم نرجع على هذا البرازيلي المزور. البرازيلي المزور. ما لنا غيره. ما لنا غيره والله. الله يعطيك ألف عافية. شكرا عمي. شو رأيك أنت بهذا الغلاء عم يصير بالذهب اليومي؟ هو يا لطيف، بس إنه ما فينا نحكي شيء، يعني كله عم بيزيد، يعني مو بس الذهب، كل الأسعار الخضروات هيك كلها عم بتزيد حاليا. تماما. كيف عم تستعدوا لرمضان؟ الحمد لله ماشي الحال. لسه هيك له اجواء الحلوه ولا هالغلا عم يروح الاجواء؟ هو الغلا عم بيروح يعني، بس الحمد لله يعني لسه في خير وفي عالم عم يتوزع وفي كتير شغلات حلوه لسه الحمد لله.